لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قبل الدخول في معنى هذه الآية ينبغي أن نقدم مقدمة، وهي أن جميع المعلولات في هذا الكون ناشئة من العلة، لا يوجد هناك معلول بدون علة، هذا مستحيل. كل شيء كان موجودا وكان معلولا فإن لهذا الشيء علة أوجدته. والعلماء يقولون بأن كل شيء له أربعة علل، أربع علل لكل شيء: العلة المادية، والعلة الصورية، والعلة الفاعلية، والعلة الغائية. إذا هذه العلل الخمس اجتمعت في مكان واحد فإن المعلول سيتحقق، سيوجد. لكن إذا هذه العلل كلها أو بعضها لم تتحقق فإن المعلول لا يتحقق. لتوضيح هذا الأمر نمثل مثالا مبسطا. إذا أردنا البناء، إذا أراد إنسان أن يبني دارا، فإن هذا الإنسان بحاجة إلى العلة المادية، بمعنى الأدوات من أحجار وإسمنت وأمثال ذلك وخشب وغير ذلك. هذه المواد الأولية إذا لم تكن موجودة هل يمكن صنع دار؟ لا يمكن. وكذلك الأمر بحاجة إلى فاعل، إلى بناء. إذا هذه المواد موجودة لكن البناء ليس بموجود، هل الدار تبنى؟ أيضا لا، ويعبرون عنه بالعلة الفاعلية. ثالثا العلة الصورية، يعني التخطيط والهندسة. إذا لم يكن تخطيطا هناك، إذا لم تكن هندسة، طبعا المثال للتقريب، إذا لم يكن هناك هندسة فإن الدار لا تتحقق. يعني إذا كان هناك إنسان وكانت المواد الأولية موجودة لكن لا يوجد هناك تخطيط فإن الدار لا تبنى. الشيء الرابع، العلة الرابعة، العلة الغائية، بمعنى أنه إذا لم يكن هناك هدف،
لم تكن غاية فإن الفعل لا يتحقق. الإنسان إذا كانت له غاية أن تقيه هذه الدار من الحر والبرد مثلا، أن يسكن في هذه الدار، في ذلك الوقت يفكر في بناء الدار. أما الإنسان إذا لم تكن له غاية فإن الفعل لا يتحقق. فالحاصل إذا هذه العلل الأربعة اجتمعت، العلة المادية والعلة الفاعلية والعلة الصورية والعلة الغائية، فإن الدار تبنى. إذا إحدى هذه العلل فقدت الدار لا تبنى. طبعا حسب الترتيب الخارجي العلة الغائية تكون أخير مرحلة، يعني متى تتحقق الغاية؟ إذا جاء البناء ووجدت المواد الأولية وكان هناك تخطيط فعمل هذا البناء، بعد انتهاء هذه العلل الثلاث تتحقق الغاية وهي سكن الدار. ففي الخارج العلة الغائية آخر ما يتحقق، ولكن في ذهن الإنسان العلة الغائية هي أول ما ينقدح في ذهنه. في الخارج أخير شيء تتحقق الغاية، لكن في الذهن بالعكس، يعني أني أفكر في حاجتي إلى الدار لغاية من هذه الدار، بعد ذلك أفكر في سائر الأمور، أفكر في البناء، أفكر في تهيئة المواد الأولية، أفكر في المهندس. فالعلة الغائية أول الأمر تحدث في ذهن الإنسان، لكن في الخارج آخر ما يتحقق. والشيء الذي يحرك الإنسان هو الغاية. إذا الإنسان له غاية يتحرك، إذا لم يكن له هدف، لن تكن له غاية، فإن هذا الإنسان لا يتحرك. إذا اتضحت هذه المقدمة ندخل في موضوعنا، والموضوع هو اليأس من روح الله. إذا الإنسان كان مأيوسا في حياته من شيء، يعني يرى أن هناك ليست فائدة لا نتيجة تترتب على عمله، فإن هذا الإنسان يترك العمل. يعني أنا إذا أعلم بأن هذا العمل إذا عملته ليست له نتيجة، هل أعمل هذا العمل؟ الجواب لا. إذا الإنسان كان مأيوسا من شيء فإنه لا يتحرك للعمل على ذلك الشيء، في حين أنه إذا لم يكن ميؤوسا، إذا كان متفائلا، إذا كان يريد تحقيق نتيجة ومتفائل بتحقق هذه النتيجة فإنه يعمل. إذا الإنسان كان متفائلا برحمة الله سبحانه وتعالى، كان يطمع في رحمته، فإن هذا الإنسان يعمل يحاول تحصيل هذه الرحمة. لكن إذا كان ميؤوسا من هذه الرحمة، فشئت أم أبيت أن العذاب نازل علي، فلماذا أعمل؟ لماذا أصلي؟ لماذا أصوم؟ كلكم تعلمون أن أحد جلاوزة هارون العباسي ولم يكن رشيدا، هذا الشخص كان يسمى حميد بن قحطبة، في ليلة واحدة بأمر من هارون قتل 60 رجلا من ذرية علي وفاطمة عليهم الصلاة والسلام في ليلة واحدة. بعد فعلته هذه في ليلة واحدة قتل 60 واحدا منهم، كان قد يأس من رحمة الله سبحانه وتعالى،
فما كان يصوم في شهر رمضان وما كان يصلي، حتى أن أحدهم جاء ضيفا عنده في شهر رمضان فبعد الظهر مدة المائدة. هذا الضيف قد غفل عن أنه شهر رمضان فبدأ بالأكل ثم تذكر فأمسك، كان ناسي أنه شهر رمضان فأكل قليلا من الطعام ثم تذكر فأمسك من الأكل. قال له حميد: لماذا أمسكت من الأكل؟ قال: إنه شهر رمضان، ألا تخاف الله؟ فقال له حميد هذه القصة: بأني قتلت في ليلة واحدة 60 شخصا من هؤلاء وقد يئست من رحمة الله. هذا إذا ما كان ميؤوس من رحمة الله كان يحاول أن يعوض، كان يستغفر الله سبحانه وتعالى، كان يحاول أن يدفع كفارة ما فعله من القتل، وهكذا لعل الله يخفف عن ذنبه أو يغفر له. لكن لأنه يأس من رحمة الله سبحانه وتعالى فإن هذا اليأس أثر على عمله، فحسب تعبيرنا صار بايع مخلص، يعني لم يعمل عملا وكان مستعد لأن يفعل أي جريمة أخرى ليأسه من رحمة الله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا كان مأيوسا من الحصول على النتيجة لا يسعى، بل يسعى بالعكس، عمله يكون مقلوبا ومنقلبا. هذا أولا. وثانيا، هذا اليأس يؤثر على نفسية الإنسان فيصاب بحالة من الضعف، بحالة من الانهزامية. إذا أنا مثلا في قتال من المقاتلة مع الأعداء، في هذه المقاتلة أنا يئست من النصر، تيقنت بأن جيشنا منهزم مهزوم، النتيجة ماذا تكون؟ هذا اليأس يسبب الانهزام، يسبب أن يفر الإنسان من الحرب. يقولون وكما هو واضح إن أقوى الجيوش المتكامل من حيث العدد والعدة هذا ينهزم مقابل جيش صغير إذا كان الجيش الكبير ميؤوسا ومنهزما نفسيا والجيش الصغير ليس منهزما نفسيا وقويا نفسيا. المسلمون في قضية بدر، في غزوة بدر كانوا 313 والمشركون كانوا 1000، والمشركون كانوا أقوى، كان لهم مجموعة كبيرة من الجياد، مع أن المسلمين لم يكن لهم فرس إلا 1 أو 2 أو 3، وكان جيش المشركين قويا جدا، لكنه لأنه لم يكن له مبدأ، حينما رأوا المسلمين ورأوا قوة المسلمين المعنوية انهزموا نفسيا، يئسوا من السيطرة أو التغلب على المسلمين. فلذا بمجرد أن بدأ القتال وبدأ النزال انهزموا أمام المسلمين. فالإنسان إذا كان يائسا يأسه يؤثر على عمله ويوجب الهزيمة النفسية التي تنجر إلى الهزيمة المادية. ولهذا الله سبحانه وتعالى في آيات متعددة من القرآن الكريم ينهى عن اليأس، عن رحمة الله سبحانه وتعالى، ويأمر الناس بأن يكونوا راجين رحمته ولو كان هذا الإنسان أشد الناس عصيانا وأشد الناس جريمة. الله في القرآن يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله
إن الله يغفر الذنوب جميعا، كل الذنوب الله سبحانه وتعالى يغفرها، إنه هو الغفور الرحيم. في آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى: فلا تكن من القانطين، قال أحد الأنبياء: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، يعني لا يقنط من رحمة الله إلا الإنسان الضال. حتى الإنسان إذا كان يحتمل احتمالا ضعيفا في الوصول إلى النتيجة، يجب أن لا ييأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، لأن اليأس أول الفشل. لهذا في روايات متعددة عندنا أن أشد الذنوب هو الشرك، أشد الذنوب الشرك، وثانيا القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى. هذا القنوط من رحمة الله أشد من القتل وأشد من جميع الذنوب باستثناء الشرك، الشرك أولا ثم القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى. والآية التي صدرنا الكلام بها في قضية يوسف عليه الصلاة والسلام، حينما بقي بنيامين أخو يوسف عند يوسف، فيعقوب عليه الصلاة والسلام على رغم أنه كان قد مر من فقد يوسف 40 عاما من اليوم الذي فقد يوسف إلى تلك اللحظة التي بقي بنيامين عند يوسف، كان قد مر 40 سنة على هذه الحالة، ماذا يقول يعقوب لهم؟ يقول: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. مع أن احتمال أن يجدوا يوسف بعد 40 عاما كان احتمال ضعيف، احتمال جدا ضعيف، ولكن مع ذلك يقول لهم يعقوب: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. تحسسوا، طبعا التحسس غير التجسس، لنا شيئان تحسس وتجسس. التحسس في الأمور الخير، إذا واحد ضايع نروح ندور عليه، هذا تحسس، لكن إذا كان في أمور الشر هو التجسس. لهذا التجسس منهي عنه في القرآن: ولا تجسسوا، في الآية الشريفة. التجسس من أشد المحرمات في الإسلام، الإنسان يتجسس سواء كان هذا التجسس لصالح دولة أجنبية، لصالح الكفار، أو لا، تجسس مجرد الفضول، أنا جاري أريد أن أعلم ماذا يفعل، هذا العمل من أشد المحرمات، التجسس على الناس هذا قبيح ومضاره كثيرة. التحسس لا، إذا شيء ضايع من الإنسان يذهب ليجد هذا الشيء، هذا يسمى تحسس. فيعقوب يقول: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الروح والروح، الروح معناها واضح، الروح الهواء أو الريح الذي تهب على الإنسان خاصة في فترة الصباح، النسيم الذي يهب على الإنسان فيعطيه حيوية ونشاط، شبهت رحمة الله سبحانه وتعالى بالروح، هذه الريح الذي تعطي حيوية للإنسان. أنت ينبغي عليك ونحن ينبغي علينا أن لا ييأس من روح الله سبحانه وتعالى. ذكرنا أنه في غزوة خندق جيش المسلمين كان عدده قليل جدا، وجيش الكفار كان قويا جدا، بحيث أمر الرسول بحفر خندق لأنه لم يمكن المقابلة المباشرة،
إذا كانت تحدث المقابلة المباشرة كان ينهزم جيش المسلمين. فلهذا أمر الرسول بحفر خندق ليكون فاصل بين المشركين وبين المسلمين. في حال حفر الخندق وجدوا صخرة، كلما حاول المسلمون أن يزيحوا هذه الصخرة من الخندق لم يتمكنوا. فجاء الرسول وحمل المعول وضرب ضربة على هذه الصخرة. طبعا انصدام الحديد مع الصخرة في كثير من الأحيان يولد برقا شعلة. فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والأصحاب حاضرون: رأيت قصور كسرى. بعد ذلك ضرب ضربة ثانية وأيضا خرجت شرارة وبرق. فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: رأيت قصور الحيرة، لأن قصور مجموعة من ملوك العرب كالنعمان بن منذر كانت في الحيرة. ثم ضرب ضربة ثالثة وقال: رأيت قصور الشام. ماذا كان يقصد الرسول من هذا الكلام؟ الرسول كان يرى بعلم الله، كان قد علم الغيب بأنه بعد فترة قصيرة سيتغلب المسلمون على المشركين والكفار ويفتتحوا قصور كسرى وقصور الحيرة وقصور الشام. لكن ذكر هذا الكلام لماذا؟ لكي لا ييأس المسلمون من النصر، إذا يأسوا من النصر يسلموا أنفسهم إلى المشركين أو ينهزموا في المعركة. ذكر هذا الكلام لماذا؟ لأنه يريد أن يزيل حالة اليأس من صفوف المسلمين. وفي مقابل حالة اليأس حالة التفاؤل. حالة التفاؤل، إذا كان الإنسان متفائلا فإنه يتقدم في الحياة، لأن الإنسان المتشائم، الإنسان اليائس، نفسيته تكون منقبضة، والنفس والنفسية تؤثر على عمل الإنسان، فيرى كل شيء أسود، في حين أن الإنسان إذا كان متفائلا يرى كل شيء أبيض. لهذا الله سبحانه وتعالى يقول: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. الإذن التشريعي والتكويني، بإذن الله سبحانه وتعالى هذه الفئة القليلة تتغلب على الفئة الكثيرة. لماذا؟ لأن الفئة الكثيرة يرون أنهم إذا قتلوا انتهوا فنوا، والفئة القليلة ترى أنها إذا انتصرت فتحصل الثواب الدنيوي، وإذا قتلت تحصل الثواب الأخروي. فمو مهم بالنسبة له سواء بقي حيا أو مات. أما هذه الفئة الكثيرة ترى أنها إذا قتلت تنتهي، فتحاول أن لا تقتل فتنهزم من المعركة. فالإنسان ينبغي عليه مهما كان جرمه عظيما أن لا ييأس من رحمة الله. إذا كان الجرم من حقوق الله سبحانه وتعالى يستغفر ويحاول أن يعوض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل الصالح وأن يوفقنا للتوبة، ونسأله أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى.